مساكم الله بالخير وحياكم الله في عماني جيمر. رجعنا لكم ومثل ما ملاحظين المقطع اليوم راح يكون مختلف لاني راح اتكلم فيه عن مستقبل القناة. طبعا مثل ما شفتوا اني في الفترة الاخيرة ما جالس انزل مقاطع، وحتى بعض الشباب او بعض المتابعين حاط في باله اني انا خلاص سحبت على القناة. طبعا لا، انا ما سحبت على القناة، في حاجتين مهمات لازم اخبركم عنهن. الحاجة الاولى اني انا هالمعلومة ما حد طبعا يعرفها الا بعض المتابعين اللي يعرفوني شخصيا، انا في الاساس معلم لغة انجليزية. ايوة، معلم لغة انجليزية، وهذه الفترة فترة الحين فترة مدارس، يعني مشغول كثير مع طلابي. وهذا الحاجة ما الحاجة الرئيسية، الحاجة الرئيسية اني انا منقطع عن القناة لاني حاليا جالس اجهز سيت اب متكامل او استوديو خاص للقناة. وطبعا تعرفوا هالشيء بياخذ وقت لاني حاليا في المرحلة الاولى اللي هي مرحلة تصميم الديكور. طبعا ان شاء الله راح تكون القناة متميزة، لاني انا هدفي من البداية مثل ما عارفين انت في قنوات كثيرة في اليوتيوب تنزل محتوى العاب، وانا حاب انه قناة عماني جيمر تنزل محتوى مختلف عن باقي القنوات. اللي اطلبه منكم في هالفترة او في هالوقت لحد ما تجهز الاستوديو، لحد ما تضبط امور القناة، تنشر القناة، دعمها. طبعا دعم القناة راح يكون كيف؟ راح يكون بالنشر. كل ما نشرت القناة بشكل اكبر، كل ما صار متابعين اكثر، هالشي راح يسعدني وراح يخليني اتشجع اكثر اني انزل محتوى والبي رغبة المتابعين. في نفس الوقت اللي حاب يتابعني هذا حسابي على الانستغرام، اذا عندكم اقتراحات او عندكم ملاحظات او عندكم طلبات بامكانكم تحطوه في الانبوكس على الانستغرام. هذا اللي عندنا اليوم، وان شاء الله احاول قدر الامكان اني ارجع بين فتره وفتره انزلكم مقاطع جديده. شكرا على دعمكم المستمر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.